بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلاب الصف العاشر، نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات دروس الرياضيات، وعنوان حلقتنا اليوم هو المتتالية الحقيقية ومدخل المتتالية الحسابية. كل هذا وأكثر تابعونا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي الطلاب الصف العاشر، نرحب بكم مرة أخرى ونذكركم بعنوان حلقة اليوم وهو المتتالية الحقيقية ومدخل المتتالية الحسابية. في البداية عزيزي الطالب، دعنا نتعرف إلى هذا التمهيد. تمهيد: أكمل الأنماط التالية بكتابة الحدود التالي الثلاثة التالية. إذن أكمل الأنماط التالية بكتابة الحدود الثلاثة التالية: رقم 1، 3، 5، 7. إذن عزيزي الطالب، في هذا السؤال نريد أن نكمل النمط بكتابة ثلاث حدود أخرى. ما رأيك عزيزي الطالب، ما علاقة الأعداد بالتي يسبقها؟ نلاحظ أن الثلاثة علاقتها بالعدد 5 أو العدد الذي يليه، أن الثلاثة تقل عن الخمسة بعددين، أو يمكن أن نقول أن الخمسة تزيد عن الثلاثة باثنين، وأيضا السبعة كذلك. إذن كما هو أمامك عزيزي الطالب، نلاحظ أن الثلاثة زائد الاثنين تعطيني الخمسة، والخمسة زائد الاثنين تعطيني السبعة، وبنفس النمط السبعة زائد اثنين تعطيني التسعة، والتسعة زائد اثنين يعطيني 11، والأحد عشر زائد الاثنين يعطيني 13. إذن عزيزي الطالب، قمت الآن بكتابة الحدود الثلاثة للنمط السابق. دعنا نأخذ شكلا آخر من النمط كما هو موضح أمامك. رقم 2، 81، 27، 9. إذن نريد أن نكمل هذا النمط عزيزي الطالب. ما رأيك؟ العدد الأول 81، والعدد التالي 27، ثم العدد الثالث وهو 9. ما علاقة العدد الأول مع العدد الثاني؟ أحسنت. إذن عند قسمة العدد الأول على 3 يعطيني الناتج 27، وعند قسمة العدد 27 على 3 يعطيني 9. إذن نلاحظ كما هو موضح أمامك، 81 تقسيم 3 يساوي 27، و27 تقسيم 3 تعطيني العدد 9، وبالتالي أكمل الحدود الثلاثة من خلال القسمة على عدد 3. إذن 9 تقسيم 3 تساوي 3، و 3 تقسيم 3 تساوي 1، والحد الأخير وهو 1 تقسيم 3 ويساوي 1/3 كما هو موضح أمامك. نلاحظ عزيزي الطالب أن الأنماط السابقة تسمى متتالية أو متتابعة. إذن عزيزي الطالب، هذان النمطان يمكن أن نقول هما متتالية أم متتابعة. دعنا نأخذ أمثلة لذلك. تعريف: المتتالية الحقيقية هي دالة حقيقية مجالها مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة أو مجموعة جزئية منها، مرتبة على الصورة التالية: 1 و2 و3 إلى ميم من العناصر، ومجالها المقابل مجموعة الأعداد الحقيقية حاء. ملاحظات هامة: الملاحظة الأولى، يمكن التعبير عن المتتالية بكتابة حدودها بالشكل التالي. قوس بسيط عزيزي الطالب، وهو عبارة عن التعبير المتتالية، ويمكن كتابة عناصرها بالشكل التالي. إذن المتتالية حاء 1 أي الحد الأول، وحاء 2 هو الحد الثاني، وحاء 3 الحد الثالث، إلى آخره من الحدود. إذن يمكن التعبير عن المتتالية بكتابة حدودها على الشكل التالي ونطقها بالشكل التالي: المتتالية التي حدودها الحد الأول حاء 1، والحد الثاني حاء 2، والحد الثالث حاء 3، إلى آخره من الحدود. 2، يمكن الحصول على حدود المتتالية من صور عناصر مجال المتتالية. الملاحظة الثالثة، ليس من الضروري أن تكون جميع حدود المتتالية مختلفة. مثال عليها عزيزي الطالب، المتتالية التالية جميع عناصرها
العدد 4. إذا الحد الأول 4 والحد الثاني 4 والحد الثالث 4 إلى آخره من الحدود، وكلها متشابهة. إذا هذه هي متتالية أيضا. نتابع عزيز الطالب الملاحظات الهامة. يمكن أو يستخدم الرمز حاء نون أو متتالية الحد النوني للتعبير عن المتتالية، بينما يعبر حاء نون عن الحد النوني لهذه المتتالية. رقم 5، المتتالية المنتهية هي المتتالية التي يمكن حصر عدد حدودها كما هو موضح أمامك. هذه المتتالية حدودها 2 و5 و8 و11 و14، كان بالإمكان حصر عدد حدودها، إذن هي متتالية منتهية. وبالعكس أيضا المتتالية الغير منتهية التي سوف تكون أمامك عزيز الطالب، هي المتتالية المنتهية هي التي مجالها صاد الموجبة، مثل المتتالية التي أمامك 2 والخمسة والثمانية والإهداعش إلى آخره من الحدود. نلاحظ عزيز الطالب أن الثلاث نقاط تعبر عن أن المتتالية غير منتهية. الصيغة الصريحة للمتتالية أو الحد النوني هي الصيغة التي تعبر عن الحد النوني حاء نون بدلالة نون، وهذه الصيغة تساعد على معرفة الحد بدون معرفة الحد الذي يسبقه. نلاحظ أنه في هذه الصيغة، وهذه الصيغة نعيد قراءتها، هي الصيغة التي تعبر عن الحد النوني حاء نون بدلالة نون، وهذه الصيغة عزيز الطالب تساعد على معرفة الحد بدون معرفة الحد الذي يسبقه. مثال عليه، إذا كان الحد النوني يساوي 2 في نون تربيع، إذن الحد النوني يساوي 2 في نون تربيع، نريد إيجاد الحد الخامس، إذن نقوم باستبدال كل نون ونضع بدالها العدد 5. إذن الحد الخامس يساوي 2 ضرب الخمسة الكل تربيع يساوي 50. إذن هنا عزيز الطالب أوجدت الحد الخامس، وهذا يمثل قيمة الحد الخامس كما سبق ذكره. مثال آخر عزيز الطالب أو تمرين رقم 1، المتتالية التي حدودها 3 و 7 و 11 و 15 و 19 إلى آخره من الحدود، اكتب الصيغة الصريحة لهذه المتتالية. إذن عزيز الطالب في هذا السؤال نريد كتابة الصيغة الصريحة لهذه المتتالية التي حدودها 3 و 7 و 11 و 15 و 19. نلاحظ عزيز الطالب أن الحد الأول هو العدد 3، وعلاقة الحد الأول مع الحد الثاني أن الحد الأول بإضافة العدد 4 له يصبح الحد الثاني. إذن 3 زائد 4 يعطيني العدد 7، وكذلك 7 زائد 4 يعطيني 11 وهو الحد الثالث، وبإضافة العدد 4 للحد الثالث يعطيني الحد الرابع وهو 15، وهكذا. إذن عزيز الطالب الصيغة الصريحة أو الحد النوني حاء 1 تساوي 4 ضرب الواحد وهو باللون الأحمر أي الحد الأول ناقص الواحد ويعطيني قيمة الحد الأول، والحد الثاني يساوي 4 ضرب 2 ناقص الواحد ويساوي 7، وكذلك الحد الثالث يساوي 4 ضرب 3 ناقص الواحد ويساوي 11. إذن الحد النوني عزيز الطالب سوف نقوم باستبدال العدد بعد الضرب بأربعة كما هو موضح أمامك، 4 نون ناقص الواحد وهو الحد النوني. تمرين رقم 2، اكتب الصيغة الصريحة للمتتالية التالية ثم أوجد الحد العاشر للمتتالية التي حدودها 25 و22 و19 و16 إلى آخره من الحدود. انتبه هنا عزيزي الطالب أن في هذا السؤال هو عبارة عن سؤالين. السؤال هو اكتب الصيغة الصريحة للمتتالية التالية، إذا يريد كتابة الصيغة الصريحة للمتتالية ثم أوجد الحد العاشر. إذا نقرأ السؤال بدقة حتى نتمكن من الإجابة عليه بدقة. إذا في البداية سوف أقوم بكتابة الصيغة الصريحة ومن ثم أنتقل إلى إيجاد الحد العاشر. دعنا نتابع خطوات الحل. الحل، لاحظ عزيزي الطالب أن الحد يقل عن العدد الذي يسبقه مباشرة بثلاثة أي 25 أو 22 تقل عن 25 بمقدار 3،
19 تقل عن 22 بمقدار 3 و16 تقل عن 19 بمقدار 3 وهكذا. اذا كما هو موضح امامك 25 ناقص 3 تساوي 22 و22 ناقص 3 تساوي 19 و19 ناقص 3 تساوي 16. اذا الحد الاول عزيزي الطالب نلاحظ ان الحد الاول هو 25 وال25 هو عبارة عن سالب 3 ضرب رتبة الحد الاول زائد 28 ومنها نحصل على العدد 25. وايضا الحد الثاني وهو 22 حصلنا عليه من خلال السالب 3 ضرب رتبة الحد زائد 28. والحد الثالث ايضا بنفس الطريقة سالب 3 ضرب رتبة الحد زائد 28. والحد النوني عزيزي الطالب كما سنلاحظ عزيزي الطالب ان الحد النوني او الصيغة الصريحة تساوي حاء نون اي سالب 3 ضرب نون زائد 28. هل هنا نكون وصلنا الى نهاية الحل؟ احسنت عزيزي الطالب، تمكننا من ايجاد الجزء الاول من الحل وننتقل الى الجزء الاخر وهو ايجاد الحد العاشر. ننتبه الى قراءة السؤال عزيزي الطالب. الحد العاشر اذا سوف نقوم باستبدال النون بالعدد 10 ويصبح الناتج سالب 3 ضرب 10 زائد 28 وباستخدام العمليات البسيطة يصبح الناتج سالب 2. اذا الحد العاشر قيمته سالب 2. التمرين الثالث اكتب الصيغة الصريحة للمتتالية التي او المتتالية التالية ثم اوجد الحد العاشر. المتتالية التي حدودها 0 و3 و8 وال15 وال24 الى اخره من الحدود. اذا عزيزي الطالب نلاحظ في هذا السؤال، السؤال عبارة عن جزئين، الجزء الاول يريد منا ايجاد او كتابة الصيغة الصريحة لهذه المتتالية ومن ثم يوجد الحد العاشر. اذا انتبه عزيزي وانت تقرأ السؤال ما هو المطلوب منك. اذا في البداية سوف اقوم بايجاد الصيغة الصريحة وكتابتها ومن ثم اوجد الحد العاشر. دعنا نتابع حل هذا السؤال. الحل، لاحظ ان عزيزي الطالب الحد الاول يساوي صفر وهو عبارة عن واحد تربيع ناقص الواحد اي الرتبة تربيع رتبة الحد تربيع ناقص الواحد. والحد الثاني يساوي رتبة الحد تربيع ناقص الواحد اي اثنين تربيع ناقص الواحد يساوي ثلاثة. والحد الثالث عزيزي الطالب كذلك عبارة عن ثلاثة أس اثنين ناقص الواحد ويساوي ثمانية. والحد الرابع أربعة تربيع ناقص الواحد يساوي خمسة عشر. إذن عزيزي الطالب الحد النوني هنا أو الصيغة الصريحة هي نون تربيع ناقص الواحد. نلاحظ عزيزي الطالب أننا هنا أوجدنا الجزء الأول من الحل وننتقل إلى الجزء الثاني وهو إيجاد الحد العاشر لهذه المتتالية. الحد العاشر عزيزي الطالب هو نقوم باستبدال النون بالعدد 10 ويكون 10 تربيع ناقص الواحد ويساوي 99. انتبه معي عزيزي الطالب هناك نوعان من المتتاليات، المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية. دعنا عزيزي الطالب نتطرق إلى المتتالية الحسابية. تعريف المتتالية الحسابية هي متتالية ناتج طرح كل حد من الحد الذي يليه مباشرة عددا ثابتا، يسمى هذا الناتج أساس المتتالية ويرمز له بالرمز دال، وعلى ذلك يكون حاء النون زائد واحد ناقص الحاء النون يساوي دال. إذا عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة التعريف مرة أخرى. المتتالية الحسابية هي متتالية ناتج طرح كل حد من الحد الذي يليه مباشرة عددا ثابتا، يسمى هذا الناتج أساس المتتالية ويرمز له بالرمز دال، وعلى ذلك يكون الحد النوني زائد واحد ناقص الحد النوني يساوي دال. وهذا يعني عزيزي الطالب أن أي حد ناقص الحد الذي يسبقه يعطيني مقدار ثابت ونرمز له بالرمز دال وهو أساس المتتالية. مثال في المتتالية التي حدودها 39 و42 وال45 وال48 نجد أن الفرق بين الحد الثاني مع الحد الأولاني 3
والحد الثالث مع الحد الثاني 3 والحد الرابع مع الحد الثالث 3. إذن أساس المتتالية أو المقدار الثابت هو يساوي 3. إذن نلاحظ 42 ناقص 39 3 وال 45 ناقص 42 3 وأيضا 48 ناقص 45 يساوي 3. أي ناتج طرح كل حد من الحد الذي يسبقه هو عدد ثابت ويساوي 3، وبالتالي تكون متتالية حسابية. إذن عزيزي الطالب هذه أحد الأمثلة من المتتالية الحسابية. نلاحظ أن ناتج طرح كل حد من الحد الذي يسبقه يعطيني مقدارا ثابتا، وفي هذه المتتالية المقدار الثابت كان العدد 3. الحد النوني للمتتالية الحسابية، إذا كان الحد الأول للمتتالية الحسابية حاء نون هو حاء واحد، وأساس المتتالية يساوي دال، واعتبرنا الحد النوني هو حاء نون، فيكون حاء نون يساوي الحد الأول زائد نون ناقص واحد في دال. لكل نون تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة. نون، إذا انتبه عزيزي الطالب، نون تمثل رتبة الحد النوني، أما حاء نون تمثل قيمة الحد. فمثال على ذلك عزيز الطالب، الحد الرابع يساوي 12، هذا يعني أن قيمة الحد الرابع يساوي 12. تمرين متتالية حسابية حدها الأول يساوي 4 ودال تساوي 3، اكتب المتتالية ثم وجد الحد 12. إذن نريد في بداية عزيز الطالب نكتب المتتالية ومن ثم نوجد الحد 12. الحل، حدود المتتالية عزيز الطالب هي 4، وبإضافة المقدار الثابت لها نحصل على الحد الثاني وهو 7، وبإضافة المقدار الثابت نحصل على الحد الثالث وهو 10، وبإضافة المقدار الثابت نحصل على 13. إذن كتبنا المتتالية، والآن سوف نوجد الحد 12 لهذه المتتالية. حاء نون يساوي حاء الواحد زائد نون ناقص واحد في دال. إذن عزيزي الطالب نريد إيجاد الحد 12، نقوم باستبدال النون بالعدد 12 كما هو موضح أمامك. إذن حال 12 تساوي الحد الأول زائد 12 ناقص 1 في دال، ونقوم باستبدال الدال بالعدد 3 وتصبح على الشكل التالي، أو باستخدام العمليات البسيطة نحصل على أن الحد 12 يساوي 37. لاحظ معي عزيزي الطالب أن الحد 12 يساوي حاء واحد زائد 11 دال، أما الحد 25 يساوي حاء واحد زائد 24 دال، والحد 36 يساوي حاء واحد زائد 35 دال، وهكذا حسب قانون الحد النوني في المتتالية الحسابية. تمرين 5، في المتتالية الحسابية 2 و5 و8 و11 ولا آخره من الحدود، أوجد رتبة الحد الذي قيمته 71. إذا عزيزي الطالب في هذا السؤال نريد إيجاد الحد الذي قيمته 71، إذا سوف نوجد أساس المتتالية أو مقدار الثابت، ومن ثم نوجد ما هو الحد الذي قيمته 71. دعنا نتابع خطوات الحل. الحل، حدود المتتالية كما هو موضح أمامك 2، ومن ثم أصبحت 5، أي أضفنا لها 3، ومن 5 أصبحت 8 أي بإضافة العدد 3، والثمانية بعد إضافة 3 لها أصبحت 11. إذن المقدار الثابت هو 3. إذن عزيز الطالب الحد الأول يساوي 2، والمقدار الثابت دال يساوي 3، والحد النوني يساوي 71، فإن حاء نون تساوي حاء واحد زائد نون ناقص واحد في دال، ونحن نعلم أن حاء نون تساوي 71. إذن نقوم بتعويض الحاء نون ب 71، إذن 71 تساوي 2 زائد نون ناقص 1 في 3، ومنها عزيز الطالب نحصل على أن 71 تساوي 2 زائد 3 نون ناقص 3، وباستخدام العمليات البسيطة نحصل على أن نون تساوي 27. إذن رتبة الحد الذي قيمته 71 هو 27، أي أن الحد الذي قيمته 71 في المتتالية هو الحد 27. تمرين 6، إذا كان الحد الثاني من متتالية حسابية يساوي 9 والحد السادس يساوي سالب 3، أوجد أساس المتتالية. إذا عزيزي الطالب
هنا سوف نوجد أساس المتتالية بمعلومية حدين، وهو الحد السادس والحد الثاني. تابع معي خطوات الحل عزيزي الطالب. الحل: الحد الثاني يساوي 9، والحد السادس يساوي سالب 3. إذن نحن نعلم أن الحد النوني يساوي حاء واحد زائد نون ناقص واحد في دال. نقوم بتقسيم صفحة إلى جزئين، وكتابة الحد الثاني يساوي حاء واحد زائد اثنين ناقص واحد في دال، والحد السادس يساوي حاء واحد زائد ستة ناقص واحد في دال. ونعوض بدلالة الحد الثاني، أي 9 تساوي حاء واحد زائد دال، وبتعويض الحد السادس تساوي سالب 3 نحصل على أن سالب 3 تساوي حاء واحد زائد 5 دال. إذن حصلت على معادلتين، وبالتالي أقوم ب وبطرح المعادلتين نحصل على عزيز الطالب مع طرح معادلة 2 من المعادلة 1 نحصل على سالب 4 دال تساوي 12، ومنها دال تساوي سالب 3. إذن عزيز الطالب هذا شكل آخر من أشكال المتتالية الحسابية. الآن سوف ننتقل إلى الأسئلة الموضوعية، دعنا نتابع ذلك. بنود موضوعية: ظلل الرمز الدال على الإجابة صحيحة. 1. في المتتالية الحسابية 4 و1 وسالب 2 إلى آخره من العناصر، رتبة الحد الذي قيمته سالب 23 هي 8 9 10 و 12. وبتطبيق القانون عزيز الطالب نحصل على أن الناتج هو 8، والتفسير ها هو. وأيضا عزيز الطالب نلاحظ أن بتطبيق قانون الحد النوني لمعرفة رتبة الحد حا نون تساوي حا واحد زائد نون ناقص واحد في دال نحصل على العدد 8. إلى هنا أعزائي طلاب الصف العاشر نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تعرفنا فيها على المتتالية الحقيقية ومدخل في المتتالية الحسابية. على أمل أن نلقاكم في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.